ياسمين تعالي. بابي ايه ده اقعدي يا حبيبتي. حبيبي انا عايزه منك خدمه صغيره قد كده. كويس، وانا كمان عاوز منك خدمه عشان تبقى واحده بواحده، بس قولي انت الاول. ماشي بابي، انا مطلوب مني بحث في الجامعه ليه علاقه بالحاله النفسيه للمساجين، فكنت عايزه بس حضرتك تكلم لي اي حد في مصلحه السجون، يعني سهل لي شغلي مش اكتر. بس كده؟ السيد المدير بنفسه. السيد المدير مين؟ السيد اللواء مدير مصلحه السجون. بابي كده كتير قوي. هي ياسمين العطار شويه، شوف انت بس عايزه تروحي امتى وانا هكلمه يبعت معاكي حد يسهل لك كل حاجه. ميرسي يا بابي. تعرفي يا ياسمين، لو كنت راجل كنت خليتك تبقي الكبير. انا مش عايزه ابقى الكبير، انا عايزه افضل جنب الكبير كده وفي حضنه بس. طب ما انت جايبه لي راجل هو ياخدك مني على الجاهز. مين ده اللي ياخدني منك؟ مستحيل، انت حب عمري. ده مفيش بنت في الدنيا دي كلها بتحب ابوها قد ما انا بحبك يا زيني عطار. طيب يا ياسمين، يا زيني عطار، الخدمه بقى اللي انا عاوزها منك. امرني يا بابي. هي وصيه عشان لما اموت. بعد الشر عليك يا بابي، ما تقولش. الخزنه دي رقمها زي عيد ميلاد امك، 18 11. الملف ده هتاخديه توديه لاخوكي حسن في الدار، تسلميه له بنفسك، لا تقريه ولا تشوفي اللي جواه. الكلام ده ما يخرجش برايا انا وانتي. حاضر يا بابي، العمر الطويل ليك ان شاء الله، ويا رب عمرك ما تحتاجني اعمل كده ابدا. انا مش فاهمه حضرتك ايه مشكلتك، ده بالعكس يعني فكرة ان هو عازمنا بالنهار دي ما فيهاش اي حاجة تخوف. مشكلتي ان هو بيدور على الامان، معنى كده ان هو مش واثق في قراره، وده لو عدى على خير دلوقتي مش هيعدي على خير بعدين. هيكون مين يعني غير زكريا؟ انت خايف من مين؟ المشكلة ان انا مش عارف ايه اللي بيدور في دماغه المرة دي. اللي سايبه زين كبير قوي، اكبر من اي حد، فلوس ودار وبلد، والاهم سلطته وعلاقته بالتجار اللي بره، وده كله ما ينفعش يبقى في ايد واحد بس، خصوصا لو كان صغير في السن زي زكريا. ومروحنا بقى معناه ان احنا هنعمل مبايعه للي هيتقال اسمه حتى لو ما كناش موافقين عليه. خلاص يا بابي نعتذر، بلاش نروح، ما توافقش على حد انت مش عايزه. لا انا اذكى من كده، لو ما روحتش اخرج بره اللعبه، ودي لعبتي انا. انت هتروحي بدالي، نسمع ونشوف هنعمل ايه. عالية تعالي يا حبيبتي، تعالي قربي ما تخافيش، تعالي. اهلا 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 اهلا. انت مبسوطة عندنا هنا؟ بتحبي زكريا؟ بتحبي هايدي؟ طب روحي العبي يلا اجري. كويس انك جيت. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك. خير يا بابا، زكريا قال لي اني لازم اجي اقابل حضرتك. خير ان شاء الله، عاوزك تبقى معانا اليومين دول. ليه يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ هو لازم يبقى في حاجه يا اخي؟ عاوزك معانا شويه، كتير عليا ولا ايه؟ لا 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 يا بابا طبعا. طب روح اقعد مع اخواتك لغايه ما اطلع اغير وانزل لكم. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ كاك قوي، انت هتعملهم عليا انا يا حسن؟ مالك قلب وشك كده ليه؟ مش عارف يا عزيزي. قلب مقبوض. كبر الموضوع قوي يا حسن، كل ده عشان اتخانقت مع عمار؟ ما انت كل يوم بتتخانق مع عمار، ايه الجديد؟ على فكره انا ما اتخانقتش معاه، انا اصلا ما قدرتش احقق اللي هو عايزه، والموضوع يكبر. هو راح فين دلوقتي؟
خرج مع امير يجيبوا الميمون. هو تعبان كده؟ حسن، عمار حطك في دماغه، مش هينولها لك، افهم. تفتكر هيكلم رحمه؟ انا اتوقع اي حاجه من عمار بصراحه، بس ان شاء الله ما يحصلش. انا مش فاهم هم ليه مش عايزين يخرجوني من هنا. ايوه يا نادي. ايوه يا حبيبي. انا عايز افهم انتوا ليه مش معزومين؟ انت بتسالني انا؟ ما تسال ابوك. ما انا سالته ما فهمتش منه اي حاجه، قال لي هقول لك بعدين. اكيد فتحي عمل مصيبه. مش مهم، المهم ان انا بحلم باليوم ده من زمان. تحلمي بايه جاتك نيله؟ اذا كان انا نفسي ما بحلمش، انا مش عايزها اصلا يا نادي. مش عاوزه ليه يا زكريا؟ كل ما بفكر ان انا هبقى كبير يجيلي احساس كده انه ده معناه ان ابويا ممكن ما يكونش موجود، والاحساس ده بيقتلني. انا كل اللي انا عايزه ان انا افضل جنبه حواليه، اتعلم منه، اشيل معاه المسؤوليه، اشيلها، بس ما احسش ابدا انه ممكن ما يكونش موجود. الاحساس ده بيقتلني يا ناديه. ربنا يخليه لك. ما هي دي بقى سنه الحياه زي ما بيقولوا، وانت قدها. المهم عايزك تعرفي لي ايه اللي حصل، ليه انتوا مش معزومين؟ اعرفي لي من فتحي، وانا احاول اعرف من ابويا. بقولك ايه، انا لو ما جيتش هتقهر. مش معقوله هي تبقى جنبك وانا اللي بعيده. ناديه، هي دي اسمها مراتي مش هي. هو انت ليه ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا زكريا؟ على هم انا اهم حاجه عندي ان انا اشوفك مرتاح. انا اسف، ما مش قصدي. انت عارف انا بتكلم معك على طبيعتي، يعني ما بعملش حساب للكلام. عموما الوضع ده هيتغير، وهيتغير قريب ان شاء الله. سيبيني اجهز بقى، وما تنسيش اعملي اللي قلتلك عليه، عايز اعرف. يلا سلام. خوفتيني عليك يا هوا يا سلمى. ولا كنت هفرق معاك اصلا. ايه ده، عرفتي منين؟ سبحان الله. ما بلاش الكلام الخايب ده، عشان انت عارفه انا بحبك قد ايه. بحبك يا سلمى يا اجدع واحن اختي في الدنيا. هديه دي جايبها لك ايه؟ يا الله، دبدوب الطيب ده. بس هي ما قدرتش تيجي عشان عندها شغل. صالح، ممكن اسالك سؤال؟ طبعا، بس يا ريت ارجوكي بلاش اسئله مزعجه عشان انا على اخري. هو انت وايا عايشين في بيت لوحدكم؟ قمه الازعاج. ليه صالح، هو انت ترضى ان انا واياد نعيش مع بعض في بيت واحد واحنا لسه ما اتجوزناش؟ انت مستعجله على ايه؟ انتوا خلاص، انت واياد هتتجوزوا قريب ان شاء الله. صالح، ما تهربش من الموضوع، عشان الموضوع ده انا بفكر فيه فعلا بقالي فتره. انت من ساعه ما رجعت وانت متغير، بس ما وصلتش انك تعيش في بيت واحد مع صاحبتك يعني. رد علينا يا صالح، انت ترضى ان حد فينا يعمل كده؟ ده انا كنت اتبحكم وضميري مرتاح، واقف قدامي القاضي يقول لي قتلت اخواتك، اقول له قتلتهم عشان بيقولوا كلام خايب. يا سلام، طب اشمعنى انت بتعمل كده بقى؟ عشان الموضوع مختلف. انا وايا كنا مسافرين بره وعايشين كده، ولما رجعت مصر ما لقيتش اي مانع ان احنا نكمل كده. وبعدين طالما ما بنأذيش حد يبقى خلاص. فارجوكوا بقى خليكوا في حالكوا وسيبوني في حالي. ايوه يا صالح، بس انت دلوقتي مش بره، انت هنا في مصر، واحنا هنا مش كده. يا سيدي، اما تروح هناك ابقى اعمل اللي انت عايزه. يا ستي، لا احنا اخر ناس ولا اول ناس هنعمل كده. طب طالما انت مقتنع قوي بالفكره دي، ليه بقى معترض ان اي حد فينا يعمل زيك؟ ولا هو حلال ليك وحرام على اي حد يخصك؟ في ايه يا ياسمين؟ مالك عماله تلفي وتدوري وبتلعبيني بالكلام؟ انت اصلا ما يخصكيش الموضوع ده. ثم انا وايه هنتجوز خلاص قريب. انا جاي النهارده اصلا عشان افاتح ابوكو ان انا هسافر بره وهعيش هناك خلاص. كده يا صالح؟ ايه كده يا صالح؟ في ايه؟ وانا مسافر كوكب تاني، ما تبقوا تزوروني. وبعدين بقول لكم ايه بقى، انتوا بتحبوني ولا مش بتحبوني؟ لو بتحبوني بجد عايزكم تقفوا معايا قدام بابا في الموضوع ده، عشان انا عايز اعيش مرتاح، عايز ابقى مبسوط. بابي مش هيوافق يا صالح، ولو وافق هيتقهر. ربنا يستر بقى. انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اصالحك عليه؟ انت اتجننت يا ابني، انت خاين، والخاين بيروح النار. وبعدين زين ما يحطش ايده في ايد خاين حتى لو كان ابنه. كده الكل هيعرف ايه اللي حصل، والموضوع مش موضوع زين بس انه يعرف، ولا اللي هيختاره زين. الموضوع ان انا بقيت ملعون العمر كله، وانت اللي عملت فيا ده. انا ما عملتش حاجه لحد، انت اللي استعجلت يا رايق. قلت لك اسمع وافهم كده، ما اعرفش انت عايز تعمل ايه، وبعدين انت عايزني اقول له ايه اصلا؟
ما لو تربط هتربع الكل، مش هتربع علينا لوحدي. انا اخر واحد في الدنيا ممكن تهدده فتح يا رايق. اهدى كده وقول هديت وخليك حلو عشان ابقى حلو. يلا انت مستنياني امشي، روح اسكت الكباري بتاعك، اعمل اي حاجه حرام من اللي بتعملها دي. يلا يا عم يلا، ما بلدك ماشي.